بضيق لجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، لكن ان شاء الله باذن الله عندنا ثقه في كل اللعيبه. ينضم لي كمان كابتن محمد يوسف المدير الفني. يا كابتن يوسف ببارك لك النهارده. التحديات والصعوبات النهارده كان في اصرار كبير وفي روح كبيره النهارده الحمد لله في الملعب. كنا ممكن نحرز هدف واثنين وثلاثه واربعه، لكن الحمد لله النهارده على النتيجه والحمد لله على المكسب. حابب تقول يا كابتن يوسف؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. احنا كل مرحله او كل خطوه زي ما بنقول بناخدها على حده. النهارده كان مهم الثلاث نقاط. الشوط الثاني الشوط الثاني قدرنا نسجل هدفين، راحت لنا اكتر من فرصه. الشوط الثاني الاداء هدي شويه، لان طبيعي الفريق الجيش طبعا مش خسران حاجه، خلاص دخل فيه هدفين فبيندفع المناطق الهجوميه، وبالتالي احنا كمان قدرنا نستحوذ على نص الملعب ونمتلك حته بناء الهجمات. يمكن لاحت لنا فرصتين الشوط الاول من الشوط الثاني قصدي، منهم ضربه الجزاء كنا ممكن ان احنا نزود النتيجه، لكن ما حصلش توفيق لمروان. في النهايه بتدور على الثلاث نقاط. الحمد لله النهارده يمكن مكاسب برضو مؤمن رجع، وباسم برضو نيدفيد بياكد. يمكن اصابه بس سعد سمير هي الحاجه السلبيه، لكن الحمد لله يعني في المجمل طلعنا بالثلاث نقاط ودي اهم حاجه. نتكلم على وليد ازارو. يمكن وليد ازارو شكوته من الاجهاد او من العضله الخلفيه امر كمان، بجانب ان وليد ازارو هيبقى موقوف في المباراه الاولى كمان يا كابتن يوسف في البطوله الافريقيه، نظرا للغياب. المباراه الاولى كانت في الترجي الايقاف، والمباراه الثانيه هتكون المباراه الاولى. ده امر خلاكم النهارده تضعوا مروان محسن في الصوره، هو مروان طبعا اكيد هيكون متواجد، لكن ده امر بجانب امر الاصابه. احنا بس عندنا ثقه كبيره قوي في مروان. مروان مهاجم منتخب مصر، ولابد ان احنا نسانده وندعمه، وقدم مباراه كويسه. ازارو اشتكى من العضله الخلفيه، مروان كمان. خلي بالك الاثنين مفيدين، الاثنين ليهم البصمه بتاعتهم وواثقين فيهم، دي نقطه. النقطه الثانيه ان انت عندك ازارو موقوف المباراه الاولى. احنا بنفكر كل خطوه بخطوتها، لذلك انا كان مهم جدا النهارده ان احنا السيناريو بتاع المباراه ان احنا نطلع بالثلاث نقاط. بناخد كل خطوه بخطوتها، لان انت عارف يعني شايف كل مباراه بنطلع منها في الكثافه العدديه الكبيره بتاعت المباريات دي بتطلع في عندك اصابات وفي عندك احداث كتيره، لكن في النهايه احنا بنتعامل مع كل مباراه، بعد كده بنقفلها ونخش في المباراه اللي بعدها. عامله ازاي في الاصابات يا كابتن يوسف؟ ده يمكن امر يمكن مهم جدا، بياخد مجهود كبير جدا من الجهاز الفني، بتاهل لاعب، ينزل لاعب، بيطلع لاعب، ده يمكن من تلاحم المباريات اللي قلنا عليه. وده طبعا ضغط المباريات، وفي نفس الوقت سعد يمكن خد كثافه مباريات عاليه من ساعه ماتش الترجي، مرورا بالوصل، مقاولين، بتروجيت، جونه، النهارده كثافه ماتشات عاليه. لكن انا عايز اقول ان مهم جدا ان احنا نكون منطقيين في حته الضغط المباريات. لازم هتبقى عندك خسائر، لكن احنا ثقتنا في اللعيبه كلها، بنتعامل مع اللعيبه كلها بشكل واحد. ربنا يكرم ان شاء الله. انا شايف ان احنا عندنا اخبار كويسه بالنسبه لاصابات علي معلول وفتحي، ان شاء الله هيرجعوا وجاي دخل ان شاء الله، فربنا يسهل ان شاء الله. المباراه وديه بكره؟ ان شاء الله. شكرا. ثانك يو. اكيد طبعا يمكن زي ما احنا شايفين كابتن محمد يوسف مع مستر مايك، طبعا عايز اتكلم على المباراه الوديه. ده يمكن بجانب التاهيل اللي فيه لعيبه كبيره ما بتشاركش يا كابتن يوسف خلال الفتره اللي فاتت، امر يمكن ونقطه ايجابيه جدا للجهاز الفني. انت بتشتغل في كذا محور، يعني كذا اتجاه، منهم برضو ان انا عايز اجهز اللعيبه اللي راجعه من الاصابات. في لعيبه بعيد عن المباراه بقى لها فتره، فعشان كده عاملين المباراه بكره. المباراه دي غرضها ان احنا نطمن او ندخل مجموعه من اللعيبه تاخد حساسيه ماتشات، نطمن عليهم اكتر ما احنا مطمنين، بالاضافه ل تجربه بعض اللاعبين في مراكز مختلفه. جايبين كمان حوالي 5 عناصر من فريق ال 21 سنه نبص عليهم برده مع الفريق الاول، فكل دي لازم تعمل تاني يوم، وخصوصا كثافه الماتشات العاليه دي. بنعمل تاني يوم مباراه وديه عشان المجموعه اللي لعبتش، يبقى انت محافظ على الريتم بتاع كل اللعيبه. المباراة الافريقية والانطلاقة الافريقية ان شاء الله تكون من نصيبنا، وان شاء الله تكون بداية موفقة لينا. كابتن يوسف كيف ترى المباراة مع بطل اثيوبيا يا كابتن؟ ان شاء الله مباراة طبعا مهمة جدا، انت عارف دور ال 32 لازم نركز كويس قوي، لازم ما نستسهلش الماتش. يمكن حصل مفاجأة خروج اول اغسطس اللي هو الفريق اللي يعني وصل قبل نهائي بطولة افريقيا اللي فاتت، فاحنا بنحترم فريق الاثيوبي اللي هو ابا جعفر ده، جبر اثيوبي. اهم حاجه ان احنا ناخد كل مباراه باهتمام شديد، ناخد كل مباراه بتركيز شديد، باحترافيه عاليه جدا، لان احنا في وقت دلوقتي ما ينفعش نتهاون او ما ينفعش يبقى تركيزنا اقل او لازم كل الحاجات اللي بتخلينا نبقى في اجواء المباراه واهتمام المباراه
مهمة جدا ان هي تكون موجودة في كل خطوة من الخطوات اللي احنا ماشيينها. شكرا، ربنا يخليك. شكرا.